السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب وصبايا مادة تحليل التصميم بالأنظمة للدبلوم. اليوم راح نكمل إن شاء الله الفصل الخامس اللي بنحكي فيه عن تصميم معمارية النظام. يعني هلأ إحنا انتقلنا من مرحلة التحليل ناقشناها بالأربع فصول السابقة، وبدنا ننتقل للمرحلة كيفية تنفيذ النظام اللي قمنا بتحليله، وضع المتطلبات ووضع العناصر، وشفنا حالات الاستخدام، وشفنا المستخدمين، ورسمنا لهم كل الرسومات أو الفيجرز اللي بتمثل عن طبيعة عمل النظام. هاد في مرحلة التحليل، مرحلة الأناليسيس. هلأ إحنا رح نروح لمرحلة الديزاين. في مرحلة الديزاين إحنا هلأ حنحكي كيف بدنا ننفذ السيستم تبعنا، كيف السيستم تبعنا بده يصير موجود على أرض الواقع. تمام، هلا أول حاجة بس خلينا نشوف أكم من نقطة بتشكل الفرق بين التحليل والتصميم. التحليل إحنا قدمنا في هاي المرحلة أو في مرحلة التحليل قدمنا تعريف لكل متطلبات النظام، عمليات النظام، مستخدمين النظام، كيف رح نوصل ونحقق الهدف اللي احنا كتبناه من الأنظمة تبعتنا. المرحلة اللي رح ننتقل عليها بعديكي مرحلة مين؟ التصميم. بس قبل ما ننتقل لمرحلة التصميم بدنا نحط تصور معين للهيكلية تاعت النظام تبعنا، شو الشبكات اللي رح نحتاجها، شو النظام تبعنا، شو الأجهزة، كيف حيتعامل المستخدمين مع النظام، وهاي الطريقة. تمام، عشان بعديك احنا حننتقل لمين؟ لمرحلة التصميم. مرحلة التصميم اللي احنا بنصمم فيها الواجهات تاعت النظام، نشوف كيف المخرجات تبعتنا، كيف التقارير بدها تكون، خوارزميات الأكواد، شكل قواعد البيانات، هذه كلها بتكون في مرحلة مين؟ التصميم. تمام، في مرحلة التحليل حطينا متطلبات المستخدمين، متطلبات النظام، عرفناهم، شفنا العمليات اللي بتصير عندي في النظام. هلا بعد هيك راح نصمم في الشابتر الخامس، هات راح نصمم في المعماريه تحت النظام، الهيكليه تبعته بشكل تاني، كيف حنوزع هاي الاجزاء مع بعضها البعض، كيف حتشتغل بحيث انه نوصل للهدف المرجو من النظام. بعد كده راح ننتقل لمرحله التصميم اللي حنشوف في الفصول الجايه ان شاء الله، اللي احنا حنشوف تصميم الواجهات، المخرجات والتقارير تحت النظام اذا كان فينا تقارير، والخوارزميات تحت الكود وشكل قواعد البيانات. تعالوا نشوف إيش يعني تصميم معمارية النظام البرمجيات. هي عبارة عن مجموعة من الهيكليات والمتطلبات اللي نحتاجها كي نستوعب آلية عمل وبناء النظام المقترح. يعني الكود تبعنا أو السيستم تبعنا لأكم جزء بده يتكون، كيف المستخدمين بدهم يوصلوا للنظام، كيف البرمجية تبعتنا بتشتغل، شو الأجهزة اللي إحنا محتاجينها، هل في هيكلية هاردوير أو هيكلية تشغيلية معينة لازم تكون متوفرة عندي عشان النظام يشتغل او لا. طبعا كيف بنحدد هاي الشغله، بنحددها في مرحله التحليل. لما نكون حددنا متطلبات النظام وعناصر ومكونات النظام بنكون عارفين ايش الشغل اللي احنا بدنا اياه. ايش اهميه معماريه النظام او البرمجيات؟ ليش احنا لازم نحدد الهيكليه الخاصه في النظام تبعنا؟ زي اي البرمجيات او الانظمه المحاسبه، زي اي برمجيه، زي اي برنامج موجود عندنا، زي اي سيستم في الحياه، حتى الحياه على ارض الواقع. قبل او بعد ما بنعمل عمليه تحليل لازم نخطط شو الاشياء اللي احنا بدنا اياها، وكيف الاشياء هاي اللي احنا حددناها كيف حتتطبق مع بعضها البعض او حتشتغل مع بعضها البعض عشان نوصل للهدف تبعنا. هل البرمجيات اللي احنا نعملها مثلا بحاجه لاجهزه ومواصفات معينه؟ هل بحاجه نتطبق في مساحه معينه، في مكان معين؟ طيب الاجهزه اللي بدنا نجيبها قديش بدها تكون الذاكره تبعتها، قديش بدها تكون المعالجات؟ طيب تمام، هل احنا حنطبق النظام على مستوى الشركه او على مستوى الجامعه فقط، او لا الطلاب بيقدروا يفوتوا على البوابه تبعتهم من البيت، او البيت لازم يكون بالجامعه عشان يفوتوا عليها؟ كل هاي الاشياء بتحدد أهمية ليش لازم نحدد إحنا معمارية النظام أو البرمجيات بشكل عام. تمام، فأنا بحكي لنا زي أي بنية معقدة موجودة عندنا، البرمجيات يجب تكون مبنية على أساس متين، الأدوات الحديثة والمناهج اللي بتساعد على تبسيط مهمة بناء البرمجيات. تمام، ولكنها طبعا بالآخر إحنا بحاجة إنه نعمل تصاميم وواجهات، ولكن بدنا نحدد الهيكلية اللي بدنا نشتغل فيها. طيب لما نيجي نحدد الهيكلية تاعت المعمارية تاعت النظام، لازم ناخد بعين الاعتبار مجموعة نقاط. يعني شو النقاط اللي لازم نهتم لها لما نيجي نعمل تحديد هيكلية أو معمارية النظام؟ أول حاجة تجربة المستخدم للبرمجيات، يعني كيف المستخدم تبعنا بده يوصل للبرمجية تبعتنا،
كيف البرمجية اللي احنا عملناها او النظام اللي احنا عملناه المستخدم بده يستخدمه، هل لازم يكون عامل لوجن، او هل اي شخص بفوت عندي على الموقع بقدر يستخدم الموقع تبعي، هل لازم يكون طالب مسجل، طالب دافع، طالب مقصد. كل هذه التفاصيل بنحددها في هيكلية النظام، واللي احنا بنسميها تجربة المستخدم User Experience. يعني انا لما بدي اجي استخدم الموقع كيف لازم تكون الخطوات، ترتيبها، السهولة، تغيير الانتقال من خطوة لخطوة، كيف المستخدم بده يحصل على المخرجات، كيف النتاج بس نعرض له، هذه كلها بنسميها تجربة المستخدم. معمارية البرمجيات لازم تركز على العناصر والمكونات الرئيسية، وكيف هاي العناصر والمكونات تتفاعل مع بعضها البعض، تمام، عشان أحقق الهدف من النظام تبعي. الشغلة الثالثة اختيار هياكل البيانات والخوارزميات والتطبيق المناسب، تمام، اللي حيساعدني اني انا اعمل تصميم جيد، واللي بيساعد انه البرمجية تبعتي تكون سهلة الاستخدام ومرنة، وتكون طبعا اذا كانت سهلة الاستخدام ومرنة معناتها هي ناجحة في العمل. يعني المستخدمين لما يجي يستخدم البرمجية تبعتي اذا كانت سهلة وواضحة وبسيطة معناته انا البرنامج تبعي ناجح. زي اي تطبيق انتم بتنزلوه على جوالاتكم او على اجهزتكم الخلوية او على اجهزة الكمبيوتر تبعتكم او اللابتوبات، اي تطبيق او برنامج انتم بتنزلوه ما بترتاحوا بالتعامل معه مباشرة بتدوروا ايش عبديل. الراحة هذه احنا بنسميها تجربة المستخدم، كيف المستخدم قدر يتفاعل مع التطبيق تبعه. طبعا هذا لازم تكون انت قادر تحددها قبل مرحلة التصميم، لان احنا عارفين سواء بالتطبيقات او بالويب اول مرحلة بده يفوت فيها الموقع بعد التصميم بعد الاناليسز اللي هي مرحلة الديزاين. فلازم لما انا اجي اعمل ديزاين اكون عارفة شو النقاط المهمة اللي المستخدم بده يركز عليها، الالوان، الاشكال، الترتيب، الخطوات، التسلسل، من وين بقدر يغير الصورة تبعته، من وين بقدر يغير بياناته، تمام، كيف يعني طريقة استخدام التطبيق او البرنامج او الموقع اللي احنا عاملينه من قبل المستخدم. بدها تكون سهلة وبتكون شو مرنة، بحيث انه المستخدم يكون مبسوط ومرتاح هو بيتعامل مع البرمجية. اذا كان المستخدم مبسوط ومرتاح، المستخدم طبعا سواء كان طالب، محاضر، اذا نحكي عن نظام الجامعة، طالب، محاضر، موظف، اي شيء، اي شخص يستخدم النظام تبعي اذا كان مرتاح بالاستخدام معناته انا هيك النظام تبعي ناجح. لازم لما انا اجي اعمل تصميم لمعمارية الحاسوب، معمارية النظام تبعتي، لازم دائما اعتمد على الاسس العلمية المحكمة المبنية على تجارب والمبنية على حقائق موجودة، يعني موجودة اصلا. يعني انا اطلع على تطبيقات، يعني كمثال اطلع على تطبيقات مشابهة لتطبيق تبعي اللي انا بدي اعمله، او للبرمجية اللي انا بدي اعملها، او للبرنامج اللي انا بدي اعمله. احاول اطلع شوي اشوف هل انا حقدر اوصل للهدف تبعي بالتطبيق تبعي او لا، شو العيوب اللي عندهم، شو المزايا اللي عندهم، ما اقدر استغلها، افهمها، استوعبها عشان اعمل برنامج يكون جيد ومرن. نشوف هلا انواع معمارية النظام. اول نوع رح نتعرف عليه اللي هي المعتمدة على الخادم. انواع معمارية النظام عندنا معتمدة على الخادم، عندنا المعتمدة على العميل، عندنا في خادم وعميل في نفس الوقت، تمام، وفي عندنا هذول خادم وعميل في نفس الوقت، وفي عندي تمام، هم هذول، انه يكون معتمدة على الخادم او معتمدة على العميل او معتمدة على خادم وعميل بنفس الوقت. تعالوا نشوف المعتمدة على الخادم فقط ايش فيها. اللي هي برضو لها اسم تاني، معمارية المعالجة المركزية. يعني ممكن بالامتحان تنسألوا عن معمارية المعالجة المركزية، تكونوا عارفين مباشرة انه هي المعمارية المعتمدة على الخادم. بحكي لها ان هي ظهرت في عام 1960، تمام، اول ما ظهرت عندي نظام الشبكات. خلينا نحكي اول ما ظهرت الشبكات في الستينات، وكانت بتسمى بنظام المين فريم او المين فريم، وعندي جهاز كمبيوتر واحد فقط خادم في الشبكه تبعتي، تمام، وكل الاجهزه المتبقيه بتعتمد عليه في العمل. يعني كل العمليات اللي بده يقوم فيها والمعالجه والتخزين، اي شيء تجميع بيانات والبرمجيات، المعالجة اللي بدها تصير عندي في النظام، البيانات تتخزن وين، كله كان بيتم وين، على الجهاز المركزي. يعني أي عمليات موجودة عندي في النظام إذا كان معتمدة فقط على جهاز مركزي فبنسميها معمارية معتمدة مين، على الخادم. أنا مجرد الأجهزة الكمبيوتر المشتركة معه مجرد مستفيدة، يعني بستفيد من هاي الخدمات، بس ما بتعمل أي عملية معالجة، ما بتعمل أي
operation أو أي عملية في النظام اللي إحنا حكيناه، تمام؟ بحيث زي ما هو كاتب هان جميع العمليات تتم على الكمبيوتر المركزي وليس على الأطراف المتصلة به، تمام؟ هذه الأطراف ما بتكون مجهزة أصلاً لإتمام أي عملية تخزين على أي بيانات، مجرد بتستلم البيانات وبتبعث للجهاز المركزي، والجهاز المركزي هو اللي بيقوم بعملية التخزين والمعالجة وكمان توجيه الأوامر إلى الأطراف اللي بتكون مشبوكة معه، تمام؟ فبقولنا هان احنا بس نقرأ مرة ثانية، وجميع العمليات تتم على هذا الكمبيوتر المركزي نفسه وليس على الأطراف المتصلة به، حيث أن هذه الأطراف لم تكن مجهزة لإتمام أي عمليات أو تخزين أي بيانات، وإنما يمكن استخدامها فقط في توجيه طلب ما إلى الكمبيوتر المركزي، يعني تأخذ الاستعلام معين، أمر معين، تأخذ البيانات من المستخدم وبتبعتها على وين؟ على الجهاز المركزي. الكمبيوتر المركزي بينفذ الطلب وبيخزن البيانات، بيعالج البيانات وبقوم بإرجاعها مرة تانية لوين؟ إلى الطرف، إلى الطرف اللي قام بالطلب، من اللي قام بطلب العملية أو اللي أرسل البيانات، بيرسل له نتيجة الطلب تبعه. يعني أنا الشخص، أنا جهاز كمبيوتر بفوت مثلا عليه، بكتب بياناتي، وبياناتي هذه بتتخزن وين؟ البيانات بتتخزن أو سوري بتم إرسالها إلى الجهاز المركزي، الكمبيوتر المركزي هو اللي بقوم بعملية التخزين وعملية التوجيه أو عملية إرسال أو الرد على هذا الطلب أو الرد على هذه البيانات أو المعلومات، تمام؟ هذه العملية اللي إحنا بنسميها طلب وإجابة، يعني بس جهاز الطرف بيرسل طلب للجهاز المركزي، والجهاز المركزي هو اللي بيقوم بالتخزين والمعالجة وإنتاج الردود المعينة، وبرسل الاستجابة أو الإجابة أو الرد لمين؟ لجهاز الطرف. الطريقة الثانية اللي هي معتمدة على العميل واللي هي ظهرت في الثمانينات، تمام؟ هلأ صار عندي أنا كتير أجهزة حاسوب، صار عندي مشتركين أكثر، صار في عندي ضغط على استخدام البرمجيات أو الأنظمة المحاسبة، فكان مش من المنطقي ولا هو من الصحيح إنه إحنا نضلنا معتمدين على إنه جهاز واحد فقط بده تكون كل العمليات موجودة عنده. وغير هيك صار في عندي مؤسسات، صار في عندي جامعات، مدارس، صار في عندنا شبكات داخلية ومحلية. هل يعقل إنه كل هذه الشبكات تكون موصولة بجهاز خادم واحد؟ أكيد لا. هلأ صاروا بعض المهام، بعض العمليات، بعض التخزين، بعض العمليات المعالجة اللي بتصير على البيانات حطوها وين؟ في الطرف، تمام؟ فهي الحواسيب الصغيرة صارت برضو بتعمل عمليات على مين؟ على البيانات اللي بدخلها المستخدم. فصار يعملوا تطبيقات، يعني كمثال لما انتوا بتنزلوا برامج معينه بتعمل فوتوشوب، الادوبي، اي برنامج بتستخدموه عشان تعمل عمليه معالجه سواء على النصوص او الصور او الصوت او الفيديوهات، تمام؟ وهي البرمجيه انت بتستخدمها على جهازك، ومن جهازك بتلاقي الريزلت طلع، ما فيش اشي انت بعته من جهازك مثلا على جهاز سيرفر ثاني وهو مثلا عالج لك الصوره ورجع لك اياها. هذه احنا ايش بنسميها؟ برمجيات معتمده على مين؟ على العميل. البرامج اللي انت لما تيجي تشتغل فيها بتشتغل فيها على جهازك ومن جهازك ولجهازك، تمام؟ هذه بنسميها المعلومات او البيانات المعتمدة على العميل، تمام؟ نشوف هلا باقي البيانات الموجودة عندنا او النوع الثالث الموجود، انه بده يكون في عندي خادم وعميل. شو بده يكون عندي؟ خادم وعميل، يعني في عندي جهاز مركزي موجود عندي وفي في نفس الوقت أجهزة تانية بتكون موصولة فيه، تمام؟ هذه برضو صارت تكون موجودة عندنا لما صار في عندي كمية بيانات أكثر، في عندي بيانات أكثر بدها معالجة، في عندي تفاصيل جديدة، في عندي معلومات جديدة، تمام؟ بدي وحدات تخزين أكبر، فاضطرنا أن يكون في عندي، مش مشكلة، يكون في عندي أجهزة تعتبر الأطراف، يكون في عندي كمان جهاز مركزي، بس أنه في عمليات بتصير على الأطراف وفي عمليات بتصير على وين؟ على الجهاز المركزي. حنشوف هلأ شكلين من أو أشكال الهيكلية المعتمدة على الخادم والعميل بنفس الوقت، تمام؟ نشوف أول نظام موجود عندي اللي هو نظام الطبقتين التو تير،
وفي عنا نظام ثلاث طبقات، هلأ حنشوف فيهم إيش أنواعهم أو إيش التعريف تبعهم. في عنا نظام متعدد الطبقات، تعالوا نشوف إيش يعني لما بدي أحكي أنا على برمجية تعتمد على نظام خادم وعميل ونظام تو تاير أو نظام الطبقتين. هلأ بحكي لنا هاي النظام الطبقتين تو تاير استخدمناها عشان نبني نظام الكلاينت سيرفر، الكلاينت وسيرفر. كلاينت بيعمل بيستخدم البيانات وبطلب بيانات وبوجه بيانات لمين؟ للسيرفر. السيرفر هو اللي بيقوم أو بيتم عملية التخزين عليه، أو هو اللي بيخزن البيانات، تمام؟ هو اللي بيوزع المهام بين الخادم والعميل، بيتم وضع البيانات على الخادم بينما توضع البرامج على الأجهزة، أجهزة العميل، مما يساعد على إتمام العمل بشكل أسرع. يعني اوكي انا البيانات تتخزن على جهاز الخادم، ولكن ممكن العميل يكون يقوم ببعض مجموعه من العمليات. نظام تخزين البيانات على الخادم بنقسم لقسمين، في عندنا خادم واحد للبيانات وفي عندي اكثر من خادم للبيانات. يعني انا ممكن اجيب جهاز خادم واحد فقط احط اخزن عليه البيانات تبعتي، تمام، ومجموع الكلاينتس او جميع اجهزه العملاء تشترك مع هذا الخادم. يعني أنا يكون في عندي جهاز مركزي عليه النظام الرئيسي تبعي، وعامل واجهات فرعية حاططها مثلاً للموظفين على أجهزتهم. الأجهزة هذه أو الواجهات الفرعية الموجودة على أجهزة الموظفين بتستلم البيانات بتعالجها، ولكن بعد ما بتعالجها ما بتخزنها على جهاز الخادم، بحيث إنه أنا وزعت المهام والعمليات على الأجهزة، بس عشان أختصر في المساحة وأسرع العمل بتم تخزين البيانات أول بأول على مين؟ على جهاز الخادم. فممكن أستخدم خادم واحد فقط عشان أخزن عليه البيانات وتكون جميع الأجهزة متصلة فيه. ممكن يكون في عندي نظام كتير كبير، تمام، فبحاجة أنا إلى أكثر من خادم. يعني ممكن يكون في عندي خادم واحد فقط للبيانات وفي عندي أكثر من خادم للبيانات. هذا طبعا لو انا في عندي حجم بيانات كبير زي مثلا شركه جوازه، شركه اتصالات، حجم المستخدمين وعدد المستخدمين بيكون بالملايين وبياناتهم اكثر، ومحادثاتكم، الاتصالات اللي بتعملوها، الرسائل اللي بتستبدلوها، كل هاي الامور، فاحنا بحاجه لاكثر من خادم انه يتم تخزين البيانات والمعلومات عليها، تمام. طبعا بتم مشاركتها ما بين الخوادم كانها جهاز واحد فقط، بس انا احتاجت أكثر من خادم والنظام تبعي كيف؟ النظام كان أكبر. طيب كيف بدنا نقسم المهام بين الخادم والعميل؟ طبعاً هذه بتصير حسب طبيعة البرمجية، وهذه أكيد أكيد برمجيات هاي لما يكون فيها خادم وعميل بتكون بالعادة بالأنظمة الكبيرة جداً والأنظمة الضخمة اللي في عدد مستخدمين كتير، في كمية بيانات كتير كتير كبيرة، فإحنا بحاجة إلى أجهزة خادم. طبعاً معروفة الأجهزة الخادم أو السيرفرات دائماً احنا بنحكي عن اجهزه كمبيوتر بمواصفات عاليه جدا ومساحات تخزين عاليه جدا، تمام. كيف بتصير العمليه ما بين الخادم والعميل؟ تعالوا نشوف. مثلا عندي الموظف المسؤول عن نظام شؤون العاملين بده معرفه عنوان احد الموظفين، فالخطوات كيف بتصير؟ كيف بده يشتغل نظام الخادم والعميل على تو تاير، تمام. بيحكي لنا الموظف المسؤول بيطلب بيانات احد الموظفين، فبيقوم العميل بتجهيز الامر المناسب، تمام، وتنفيذ طلبه استعدادا لارساله للخادم. بعد هيك العميل بيرسل الطلب لمين؟ للخادم. الخادم بيقوم بمعالجه هذا الامر وتنفيذه، وبيرسل البيانات المطلوبه الى وين؟ الى العميل بواسطه الخادم، تمام. يقوم العميل بتشكيل البيانات في صوره مناسبه للعرض ويعرضها للموظف المسؤول على الشاشه. يعني انا مثلا في نظام البنك، نظام البنك احنا عارفين في اجهزه مركزيه بدها تكون موجوده عندي، وفي انا الموظف اللي قاعد على التلر، عندي بوابة معينة وشاشة نظام مفتوحة لإلي، بدخل بيانات العميل، شخص إجا طلب مني قارض كمثال، بدخل البيانات تبعته والتفاصيل اللي هو طالبها، هاي البيانات والتفاصيل البرنامج اللي على جهازي ببعتها لمين؟ لجهاز الخادم، جهاز الخادم بيعالجها وبيخزنها وبيرد على مين؟ على جهاز العميل، بقول له إنه أوكي أو رفض. مين المسؤول عن إظهار هذا الرد؟ جهاز العميل، يعني مش الخادم اللي مسؤول كمان عن إظهار هذه البيانات، لا، هو أرسل بيانات هيك بنسميها رو داتا، يعني بيانات بدائية، تمام؟ للعميل، العميل هو اللي شكلها وأظهرها بصورة معينة لمين؟ للمستخدم. يعني لما نطلب كمثال،
ممكن نطلب مثال لإيضاح تقسيم المهام بين الخادم والعميل، فهذه أحد الأمثلة اللي ممكن توضح لكم. العميل بيطلب البيانات من الموظفين، بيجهز أمر العمل، بيرسل أمر العمل للخادم، الخادم بيقوم بمعالجة أمر العمل والبيانات، إرسال النتيجة إلى العميل، العميل بيقوم بتشكيل البيانات بصورة معينة وإظهارها لمين؟ للموظف. هذه هي تو تاير، إنه يكون في عندي خادم وعميل. ممكن أحياناً اضطر انه احط وسيط ما بين الخادم والعميل، يعني في عندي هذا زي ما احنا شايفين جهاز كمبيوتر، هاي في عندي السيرفر، ممكن اضطر احيانا، طبعا احنا نحكي على الانظمه الضخمه جدا هلا، اضطر اني انا احتاج جهاز وسيط بين الخادم وبين مين؟ بين السيرفر. طبعا اذا احنا بنحكي على جهاز احنا بنحكي على برمجيه فعليا، تمام؟ احنا بنحكي على اجهزه صحيح، بس الاجهزه هذه هي البرمجيه اللي بنحطها على الجهاز، يعني انا ممكن اضطر بدي برمجيه عند العميل فقط، او برمجيه عند عميل وخادم، او برمجيه عند العميل والخادم والجهاز وسيط بيناتهم. تمام؟ يعني بيكون في عندي العميل، في عندي خادم وتطبيقات، وفي عندي خادم قواعد البيانات. العميل وظيفته فقط ارسال الطلب واستقبالها. تطبيقات او خادم التطبيقات الابلكيشن سيرفر بس بكون وظيفته انه بتكون عليه كل البرامج اللي بتتم من خلالها ادخال البيانات او العمليات. وعندي خادم لقواعد البيانات اللي بيحتوي على جميع البيانات المراد التعامل معها. تمام، هذه 3 تاير او 3 طبقات، نظام 3 طبقات. احنا بنزيد من سرعه الاتصال بين العميل والخادم، بنخلي العمليات تبعتنا اسرع، يعني بنوزع التخزين في مكان، العمليات في مكان، والعميل في مكان. بنسميه كلاينت، ابلكيشن سيرفر، وداتا بيز سيرفر. تعالوا نشوف كيف بصير عمليه الاتصال في الثري تاير. شفنا في التو تاير اللي هو عميل وخادم، نشوف في الثري تاير كيف بصير عمليه الاتصال. بيقوم العميل بإرسال طلب إلى خادم التطبيقات للاستعلام عن بيانات معينة. خادم التطبيقات بيعد الأمر المناسب لتنفيذ الطلب المرسل إليه. بعدين بيرسل هذا الطلب لمين؟ لخادم قواعد البيانات. يقوم خادم قواعد البيانات بتجهيز البيانات المطلوبة ثم يرسلها إلى خادم التطبيقات. يعني أنا عاملة، ممكن هذه نشرحها بمفهوم جديد في الويب. هلأ الويب، تطبيقات الويب او البرمجيات تاعت الويب اللي احنا بنعملها، بتكون في عندنا داتابيز، بكون في عندنا البرمجيه تبعت تاعت الموقع. الداتابيز هلا بيتم التعامل معها من خلال وسيط. ايش هو الوسيط؟ بنسميه الموديل. الموديل هي هذه برمجيات صغيره احنا بنعملها على اساس انه احنا نتواصل مع مين؟ مع الداتابيز. فباجي انا كمثال، اجيت انا عملت لوجن، بتيجي صفحه اللوجن بترسل للموديل، بتقول له الموديل اللي بيكون مربوط في جدول المستخدمين، بتقول له الموديل اللي في جدول المستخدمين، بتقول له انا بدي بيانات اليوزر اللي اسمه اكس. الموديل هذا اللي مربوط بجدول المستخدمين بيروح بياخذ اسم المستخدم وبروح على وين؟ ببعث الامر على الداتابيز. فالداتابيز بتاخذ الامر، بتقول اه تمام بدك البيانات لليوزر اللي اسمه اكس، تاخذ البيانات تبعتها لمين؟ للموديل. والموديل بيرجع بيرد على مين؟ على الجهاز العميل. هذه هي بالضبط الهيكليه اللي بتصير في 3 تاير. بيكون في عندي جهاز عميل، بيكون في عندي ابلكيشن سيرفر، في عندي داتابيز سيرفر. يعني في عندي جهاز العميل اللي بده يتم من خلاله ادخال بيانات امر العمل، وفي عندي جهاز الابلكيشن اللي بياخذ البيانات وبجهزها وبيبعثها لمين؟ بيبعثها للداتابيز سيرفر. تمام، وهذا هو الفرق. اما الداتا، اما التو لاير، طلع تو لاير على طول بين العميل وبين مين؟ السيرفر. ما فيش بيناتهم جهاز. هذا هو الفرق بين التو تاير والفرق والثري تاير. تمام، نشوف هلا الهيكليه الاخيره اللي هي الان تاير. هاي الان تاير طبعا احنا بنيجي نحكي فيها على الانظمه الضخمه جدا جدا، لان انا ممكن يكون في عندي مجموعه مراحل عشان انفذ اي عمل انا بدي اياه، ومجموعه اجزاء. تمام، او البنيه متعدده الطبقات، او الان تاير هي البنية العميل والخادم، بس بتم فيها فصل العرض التقديمي ومعالجه التطبيق ووظائف الاداره البيانات فعليا. يعني كل جزئية من النظام تبعي بحطها على وسيط، وكل هدول مع بعض بيشتغلوا علشان يأدوا لي مهمة النظام تبعي. هذه بنسميها الأنتاير. نشوف تصميم البنية التحتية اللي هي آخر جزئية في هذا الشابتر إن شاء الله. البنية التحتية هلأ إني أنا بدي أحدد الأجهزة الحاسوب. أنا حكيت إنه البرمجية تبعتي بتشتغل على تو تاير كمثال،
بتشتغل على نظام خادم عميل طريقة التو تاير، طبق انه يكون في عندي عميل ويكون في عندي مين خادم. تمام اوكي، هلأ بدنا نحدد في البنية التحتية شو مواصفات هاي الأجهزة، قديش يعني بالعامية تبعتنا، قديش الرام، قديش البروسيسور، شو نوع الجهاز، شو نوع الاوبريتنج سيستم تبعه، شو يعني نوع نظام التشغيل، شو الشبكة اللي بدك اياها عشان نشغل فيها النظام، كل هاي التفاصيل. تمام، فهذه احنا المعلومات لما بنحددها بشكل مسبق بنكون عارفين المعدات والبرمجيات تبعتنا اللي احنا بدنا اياها بشكل دقيق بما يتناسب مع مين، مع النظام اللي احنا حللنا، فبنحدد فيها مواصفات المعدات والبرمجيات. يعني هل تعالوا نشوف كيف بنحدد مواصفات المعدات المادية والبرمجية، شو الخيارات الموجودة عندي. يعني هل انا بدي نظام حاسوب للأجهزة والمعدات تحقيق متطلبات النظام، او حاجة نظام الحاسوب الحالي الى اضافة برمجات معينة لأجهزة المعدات. يعني هل انا بدي جهاز جديد بنظام جديد، طب لا هم عندهم أجهزة وعندهم أنظمة، طب لازم أضيف عليها برمجيات معينة وأجهزة معينة ومعدات معينة. كمثال النظام اللي أنا عامله بحاجة إلى استقبال صورة من المستخدم، فبدنا نضيف كاميرا على الأجهزة، فيش في الأجهزة كاميرا، أوكي بدنا نضيف كاميرا أو بدنا نضيف مايك أو بدنا نضيف سماعات. تمام، يعني ممكن أنا أضيف برمجيات أو أجهزة على أجهزة حاسوب أوريدي موجودة عندهم، أو حاجز النظام المحاسب الحالي لإضافة تعديلات جوهرية عشان يستطيع استقبال أو احتياجات النظام الجديد، أو أصلاً في شيء عندهم نظام محوسب وبدهم نظام محوسب جديد، يعني بدنا أجهزة حواسيب جديدة وأجهزة مختبرات وكمبيوترات جديدة. تمام، والمواصفات المادية تبعتهم البرمجية والأسعار والتكلفة، كل هاي الأمور بنحددها في هاي المرحلة عشان لما نفوت على مرحلة التنفيذ بنفوت وإحنا عارفين بالضبط شو الخطوات اللي بدنا نعملها. هلا تحديد مواصفات المعدات والبرمجيات، مهم جدا نكون عارفين شو مواصفات المعدات، شو مواصفات البرمجيات، يعني شو مواصفات الهيكلية اللي إحنا بدنا إياها، شو مواصفات أجهزة الحاسوب، شو بدنا ملحقات، شو بدنا أجهزة إضافية، بدنا طابعات، بدنا كاميرات، بدنا مايكروفونات، بدنا أجهزة سكانر، بدنا مثلا أجهزة تقرأ الباركود لما نجي نحكي على نظام السوبر ماركت كمثال. تمام، إيش المخازن مثلا، بدنا كاميرات مراقبة، بدنا مثلا أجهزة استشعار، كل هذه ملحقات بتدخل بالنظام. كيف بنحددها؟ حسب طبيعة عمل النظام، حسب طبيعة عمل مين النظام. طبعا المواصفات هذه اللي انت بتحددها، هل انت بتحدد مثلا انا بدي 20 جهاز كمبيوتر، بدي 30 مثلا 30 سوري بدي 20 جهاز كمبيوتر، بدي مثلا 10 طابعات عشان اعمل نظام المؤسسة هذا بشكل كامل، بدي شبكة لان اركبها في المؤسسة تبعتك. تمام، الشبكة اللان مثلا بدي يكون فيها الراوتر من نوع كذا، السويتش من نوع كذا، أجهزة الحواسيب، شو الماركة، شو الشركة المصنعة لها، شو الرامات، شو البروسيسور تبعتها، بدك سيرفر ولا لا، إذا بدنا سيرفر شو نوعه، شو مساحته، كل هاي التفاصيل تتحدد في هاي المرحلة. البناء عليها بتم البدء بعمليات الشراء والتوريد بإجراءات مختلفة. هلأ في إجراءات أو طرق إنه إحنا كيف ممكن يتم طلب الأجهزة هاي اللي احنا حددناها في هاي المرحلة. فينا طلب تقديم عروض وفي طلب تحديد الاحتياجات request for proposal أو request for quotation. تحديد تقديم العروض بتم اختصاره بال RFP، وثيقة تصف احتياجات المشروع المراد تنفيذه، وصف دقيق، يعني بتقدم انت للأشخاص اللي بيبيعوا جهاز كمبيوتر بدي 20 جهاز كمبيوتر وهاي مواصفاتهم. طلب تحديد الاحتياجات، لا انت بتروح على الموردين بتقولهم نحن لنا في عنا النظام كذا كذا، قدموا لنا عروض القطع اللي عندكم والأجهزة اللي عندكم واللي بتناسب مع مين، مع الغرض من أو الغرض من النظام تبعنا. هيك احنا بنكون خلصنا الفصل الخامس. الفصل الخامس حكينا فيه عن الهيكلية التنفيذ، حاليا احنا بدنا نشوف البرمجية اللي احنا حللناها كيف رح تشتغل، كيف هيكلية الشبكة تبعتها، وكيف مواصفات الهاردوير اللي بده يشغلها. ان شاء الله في الفصل السادس رح نتناقش كيف رح نصمم الواجهات تاعت البرنامج تبعنا وشو الشروط والقيود تبعتها. يعطيكم العافية.